ليس مكبا للنفايات، إنها ضفاف نهر الفرات في المثنى، أمر دفع أهالي قضاء الخضر في المحافظة للمطالبة بوضع حاويات تمكنهم من رمي القمامة داخلها. حاويات مثلا يحطون، ليش هسه شوف هاي عندك نفايات مذبوبة بالشارع، يحطون حاويات حتى الناس تحط شو اسمه النفايات بيها، هاي ليش يذبونها مثلا بالشط؟ هسه شوف هاي صاير بيها ثمن الغاز، كله وصخ وتايرات زين، والشط هتشوفه كله مسكر هذا. تجمع أقوام النفايات على ضفة الفرات يؤرق أهالي القضاء ويهدد صحتهم وسلامة أطفالهم، ويعلمون أن صوتهم لن يجدي نفعا في ظل إهمال حكومي متعمد وغياب فعلي للمساءلة والمحاسبة. يقول لك من أمن العقاب ساء الأدب، زين لا بلدية حاسب لا موفرين مثل حاوية. أسا أنا أبو بيت، أنا أبو محل غض النظر، أبو بيت يطلع يلقى حاوية بباب بيته، مو تنترس فوقه فوقه وظل أسبوع شي فوق شي. لا تكتفي الحكومة الحالية ومن سبقها بإهمال الواقع المعيشي أو تأمين أدنى حد للخدمات، بل تساهم في تلوث نهر الفرات من خلال توجيه مياه الصرف الصحي إليه كما يقول أهالي القضاء. المجاري هي الدولة قاعدة هي تذب المجاري على النهر، أنت لما تتنوع لتلوث البيئي مو إحنا الملوثينه، هسه عندنا مجاري هنا هسه موجودة الدولة سوتها وخلت هي هسه اسلوب الماء قاعد وين يذب؟ يذب وين؟ بالنهر. زين مو المواطن مسوي، المواطن ما مسوي. زين انت لما تتنوع للسماوة، السماوة كانت المجاري الثقيلة وين تذب؟ تذب بالنهر. اليأس الذي وصل إليه أهالي قضاء الخضر بسبب تجاهل الحكومة لهذه الكارثة البيئية يلخص ربما مأساة شعب بأكمله، ولعل هذه الكلمات لهذا المسن تختصر كل ما قيل. حجي القضاء انباع والمحافظة انباعت والعراق كله انباع، العراق عن بكرة أبيه انباع.